السلام عليكم طلاب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة قسم علوم المالية والمصرفية المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية. مدرس المادة مدرس مساعد هدى محمد رضا، نظام المحاسبي الموحد. اليوم إن شاء الله راح نبدي بالكورس الثاني، نتطرق إلى موضوع النفقات الإيرادية المؤجلة والدليل المحاسبي الخاص بهذا. راح نتطرق إلى شنو راح يشمل هذا الحساب، بالإضافة إلى أي حسابات راح يحلل، وراح نتطرق إلى مثالين مع إعطاء ملاحظة تدونوها أثناء إلقاء هذه المحاضرة. بالنسبة للنفقات الإيرادية المؤجلة، يشمل هذا الحساب صافي المبالغ اللي تنفقها الوحدة الاقتصادية بهدف الحصول على خدمات تستفيد منها لأكثر من فترة مالية، يجري إطفاءها بأقساط سنوية على ضوء الفترة اللي تستفيد منها هذه الوحدة الاقتصادية، ويجري خصم مبلغ الإطفاء من الأصل مباشرة. بالنسبة لهذا الموضوع الإطفاء، إن شاء الله بنهاية محاضرة اليوم راح أوضحها أكثر تفصيل وراح أعطي مثال عنها. يحلل هذا الحساب اللي هو النفقات الإيرادية المؤجلة إلى حسابات آتية، اللي هي نفقات التأسيس، نفقات قبل التشغيل، نفقات استكشاف ومسح، نفقات أبحاث وتجارب، موجودات ثابتة معنوية، ديكورات وتركيبات وقواطع، نفقات مؤجلة متنوعة. بس راح يعني أوضح كل حساب من هذه الحسابات بصورة موجزة. بالنسبة لنفقات التأسيس، إيش راح يشمل نفقات التأسيس؟ تشمل هذه النفقات أو يشمل هذا الحساب المصاريف الناشئة قبل اكتساب الشخصية المعنوية للوحدة الاقتصادية، مثل شنو؟ كمصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية ومصاريف التسجيل والنشر والإعلان وغير ذلك من النفقات اللازمة للتأسيس. طيب كيف تطفأ هذه النفقات؟ تطفأ نفقات التأسيس بأقساط سنوية على ضوء الفترة اللي تستفيد منها الوحدة الاقتصادية، ويخصم مبلغ الإطفاء من الأصل مباشرة، وذلك أسوة بحسابات النفقات الإيرادية المؤجلة. طيب في حال تحقق إيرادات أثناء فترة التأسيس، شلون راح نطفين هذه النفقات؟ راح نطفي هذه النفقات منها وتحويل المتبقي من الإيرادات إلى حساب يسمى احتياطيات متنوعة. النوع الآخر اللي هو نفقات قبل التشغيل، يشمل هذا الحساب النفقات المصروفة قبل المباشرة بالتشغيل من رواتب وإجور وغير ذلك من النفقات بما فيها نفقات التشغيل التجريبي. النوع الثالث من هذا الحساب نفقات استكشاف ومسح. ايش راح يشمل لهذا الحساب؟ يشمل المصروفات اللازمة لإجراء عمليات مسح الأرض واستكشاف مكوناتها، مثل ايش؟ المسوحات الجيولوجية وأعمال فرق الزلازل لغرض اكتشاف آبار النفط والمعادن الأخرى. الحساب الرابع نفقات أبحاث وتجارب، يشمل هذا الحساب تكاليف الأبحاث والدراسات والتجارب الجارية واللي ينعكس مردودها الأكثر من سنة. الحساب الآخر موجودات ثابتة معنوية، يشمل هذا الحساب يشمل المبالغ اللي تدفعها الوحدة الاقتصادية دون أن تحصل مقابلها على موجودات مادية، وإنما على حقوق تتمتع بها كحقوق الامتياز والطبع والنشر والتأليف وبراءة الاختراع وشهرة المحل وحق استعمال العلامات التجارية، واللي من شأنها أنه تأثر إيجاباً على نتيجة نشاطها مستقبلاً. الحساب الآخر ديكورات وتركيبات وقواطع، يشمل هذا الحساب ثمن شراء وتكاليف صنع الديكورات والتراكيب
والقواطع الداخلية الجارية على المبنى بعد إنجازه. والحساب الأخير نفقات مؤجلة متنوعة، يشمل هذا الحساب أي نفقات مؤجلة لم ترد سابقا، يعني بالحسابات اللي ذكرناها سابقا، مثل شنو؟ كتكاليف الحملات العنانية ومنتجات جديدة وغيرها. هذه بالنسبة لكل حساب من هذه الحسابات اللي هي ترجع إلى حساب نفقات إيرادية مؤجلة. هسه راح ننطي مثال ونوضحه، يعني المعالجات القيدية الخاصة بهذا الحساب شلون راح تكون وشلون راح نعالجها كقيود. مثال: بلغت كلفة دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء لمشروع إنشاء مجمع صناعي، شقد الكلفة؟ 500,000 دينار. المطلوب تثبيت القيود المحاسبية اللازمة وفق النظام المحاسبي الموحد. احنا اللي اخذناه بالكورس الاول المعالجات المحاسبية، اول قيد قيد الاستحقاق بالآجل، قيد التسديد بعد مدة معينة، واخر شيء قيد الاستغلال. بالنسبة للقيد الاول عن شرح اثبت قيد استحقاق كلفة الدراسة، راح يكون من حساب نفقات التأسيس والدليل المحاسبي الخاص به بمبلغ أو بقيمة 500,000 دينار، بما أنه هو استحقاق إذن بالآجل، إلى حساب دائن نشاط غير جاري والدليل المحاسبي مثبتة أمامه بقيمة 500,000 دينار. القيد الآخر بما أنه مستحق بمدة معينة، راح أثبت قيد التسديد انه بعد انه هاي المدة تمت بالاتفاق ما بين الطرفين وتحددت هاي المدة وجت المدة المفروض انه هاي الجهة تسدد المبالغ المستحقة عليها، راح اثبته من خلال هذا القيد المحاسبي من حساب دائن ونشاط غير جاري قيمة 500,000 دينار، واثبت الدليل المحاسبي. اكيد انا راح اسدد، اذا راح ينخفض صندوقي الى حساب نقدية لدى المصارف بهذا الدليل بقيمة 500,000 دينار. القيد الآخر اللي هو قيد الاستغلال، أنا راح أبدي أستغل المشروع، أبدي أمارس نشاطي به، راح يكون من حساب نفقات التأسيس والدليل المحاسبي أثبته بقيمة 500,000 دينار، إلى حساب نفقات التأسيس بهذا الدليل بقيمة 500,000 دينار. نحن نتذكر بالكورس الأول الحساب الأول شي مثل لي والحساب الثاني شي مثل لي، بمعنى شوية نستذكر المحاضرات اللي أخذناها بالكورس الأول الخاص بقيد الاستغلال، شي مثل الحساب الخاص هذا الجانب المدين نفقات التأسيس شي مثل لي بقيد الاستغلال الجانب المدين، والجانب الدائن شي مثل. هذه بالنسبة لي عمل القيود الخاصة بنفقات الإيرادية المؤجلة بالحساب الأول أو أحد حساباته اللي ذكرناها سابقاً. طيب، مثال آخر استناداً إلى المثال السابق، فقد قررت الشركة أو المجمع أو المشروع إطفاء كلفة دراسة الجدوى الاقتصادية على مدى 5 سنوات. طيب، المطلوب تثبيت قيد الإطفاء السنوي. هنا شو راح أثبت هذا القيد؟ قبل ما أحل وأوضح شلون راح يعني أستخرج هذا المبلغ وأثبت قيد المحاسبي، هنا عندي ملاحظة أثبتوها وياي. شلون أني أو النظام المحاسبي الموحد شلون أعالج الاندثار الخاص بالنفقات الإيرادية المؤجلة؟ نثبت: وقد عالج النظام المحاسبي الموحد الاندثار الخاص بالنفقات الإيرادية المؤجلة خارج مجموعة التخصيصات، وذلك بإطفائها مباشرة من كلفة النفقة، ويجري إطفاء النفقات الإيرادية المؤجلة بأقساط، تكون شلون؟ بأقساط سنوية، بعد تحديد بعد أنه ما نحدد نصيب كل سنة مالية من كلفة هذه النفقات، وعلى ضوء الفترة التي تستفيد منها الوحدة الاقتصادية. طيب، وتوزع الكلفة على عدد من السنين بدلاً من سنة
واحدة. على أساس أن هذه السنوات قد استفادت من الأبواب اللي غطتها. هذا شنو معناته؟ معناته أن النفقات الإيرادية المؤجلة ما تخضع القواعد الاندثار بالشكل اللي تخضع إلى الموجودات الثابتة، وإنما هي نفقة ينبغي أنه يتم توزيعها على نتائج النشاط للوحدة الاقتصادية للفترات القادمة المقبلة، بالاستناد إلى مدى فاعلية هاي النفقة في الغرض الذي أنفقت من أجله. طيب، متى يجري بدء الإطفاء للنفقة؟ ذلك يرتبط باستحقاق هذه النفقة على الوحدة ذاتها، وتكون المعالجة القيدية اللي هسه راح أوضحها لكم من خلال هذا القيد وشو راح نحتسبها بكافة. وهذا طبعا هاي المعالجة القيدية اللي راح احتسبها ممكن اني استخدمها لكافة فقرات حساب النفقات الإيرادية المؤجلة. شلون؟ وذلك يجعل حساب الاندثار المقابل للنفقات الإيرادية المؤجلة مدينا، وحساب كلفة النفقة دائما. المثال هذا هسه ذكرناه، شو راح نحتسبه؟ قيمة أو كلفة دراسة الجدوى اشقد؟ 500,000 دينار مذكورة بالمثال السابق، نقسمها هنا ذاكرها إن على 5 سنوات. هاي هنا 5 سنوات، وهنا نعطينا الكلفة مالتها اشقد؟ 500,000 دينار. لاحظوا طلاب، وهي 5 سنوات، شو راح نحتسبها؟ نتبع الملاحظة، نقسمها 500,000 × 500,000 دينار. شو راح نثبت القيد المحاسبي الخاص بقيد الإطفاء؟ وهذا ممكن إحنا نستخدمه لكافة الحسابات اللي ذكرناها التابعة للنفقات الإيرادية المؤجلة، ولكن نعتمد على المطلوب هنا. بما أنه هو ذكر لي الخاص بإطفاء كلفة هذه، هنا لاحظوا طلاب إطفاء كلفة دراسة الجدوى الاقتصادية، أنا ألتزم بما معطى عندي بالسؤال، فحيكون حسب استخرجنا المبلغ من والقيد المحاسبي من حساب إطفاء نفقات مؤجلة 100,000 دينار إلى حساب نفقات التأسيس، هذا الدليل مالته بقيمة 100,000 دينار. هذا اليوم محاضرتنا انتهت، وأي استفسار أنا حاضرة. شكرا جزيلا.